انت متصوره انك انت ممكن تغلبينا احنا الاثنين؟ ده في الخيال ان شاء الله. هتشوف. مش هتعرفي يا دان، دي صعبه عليكي. طب انت علمني يا حبيبي وانا ممكن اغلبك انت وبابا. مش هتعرفي، دي صعبه عليكي قلتلك. انا قعدت مستنيه اللحظه دي قد ايه؟ لو تعرف انا بحبك قد ايه كمان. وانا كمان بحبك، بموت فيكي، مش بحبك بس، ويا رب اقدر اساعدك العمر كله يا رب يا رب. حسين، فاكر اول ما تعرفنا على بعض فاكر وعدتني بايه؟ ما هو بص انا اقولك على حاجه. بالنسبه للزهايمر اللي عندي انت لازم تتعودي عليه، لازم تتعودي عليه. انا صريح، احب اقول الكلام دغري على طول، فانت تقولي لي انا وعدتك بايه وانا انفذ وعدي على طول، مفيش اي مشكله. حاضر يا سيدي، ماشي. يلا. وعدتني انه بابي وعدتني من المره اللي فاتت تجيب لي البلاي ستيشن 5 من سور حره، صح؟ صح، انا فعلا وعدتك يا حبيبي. معلش معلش يا فاروح، هقوم بس اجيب له من السوق الحره البلاي ستيشن وارجع لك تاني على طول. مش هتاخر. ها؟ ماشي يا حبيبي. ماشي يا حبيبي. اتفضل يا استاذ، اتفضل. حسام قال لي انه بيحبني. حسام مين؟ حسام سلامه المؤلف؟ ايوه، هو في كام حسام في الدنيا كلها؟ ده قال لي انه هيتجوزني، تصدقي؟ ليه هو مش متجوز؟ مطلق. مطلق؟ وما عندوش ولاد؟ عنده كرم. ولد زي القمر، سكره بيدوب في القلب، يجنن وبيحبني قوي، وانا وعدته اني هبقى مامته التانية. ايه ده ايه ده ايه ده؟ وانت امتى لحقتي تحبيه ويحبك وتبقي مامته التانية كمان؟ شفته مرتين ثلاثة في مكتب حسام. فرح، ممكن تعقلي شوية وتهدي حبتين؟ الراجل مطلق وعنده ولد. انت كده بتتسرعي. حط عقلك في دماغك، بلاش شغل الرومانسية والأفلاطونية بتاعت الكتاب دي. حب لحسام مش حب أفلاطوني، ولا حب روايات. حب الحسام حب طلع كده من جوه قلبي. انت ما شفتيش حسام سلامه الكاتب الراقي الكبير ده لما تحول لشجاع سينا؟ ده ضرب العيال اللي اتحرشوا بيا ضرب كان هيموتوا بين ايديه، والله العظيم. ده اتحول لفريد شوقي في الافلام. انت بتتكلمي بجزئيه غير اللي انا بتكلم عليها خالص. انا بقى مش بتكلم غير بلغه القلب. انا بحب حسام، بحبه بحبه بحبه، عارفه يعني ايه بحبه؟ وهتجوزه كمان، ايه رايك؟ يا عم اللعب ده يا عم، ايه اللعب ده؟ والله ما بتعرف تلعب. هات، انا هوريك بقى اللعب على اصوله. بص اهو اهو، شايف الراجل مش عارف يلحقني ازاي؟ اهو. اللعبه دي صعبه قوي، غير اللعبه التانيه. حتى لو كانت غير اللعبه التانيه انا هكسب برضه، عشان انا ابوك وابوك لازم يكسب. اهو اهو. هاي. انا اللي فزت، انا اللي فزت. حبيبي 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 كرم، مفيش حد بيهتم بيه خالص، محروم من الاهتمام، تايه ما بيني وما بين امه، وانا دايما مشغول، وامه تحسيها مرات ابوه مش امه. ازاي يعني مرات ابوه؟ يعني ما بتهتمش بيه؟ تهتم بيه؟ ده حلم بالنسبه لمرقت، ويا ريت الموضوع مختصر بس على عدم الاهتمام. امال ايه؟ مرقت دي ست مش متزنه، تصرفاتها غريبه حتى في تعاملاتها مع ابنها. ما فهمتش، يعني بتعاملوا ازاي؟ مفيش حنية خالص، برود، قسوة طول الوقت، كأن الطفل موجود علشان تمارس عليه ضغوط الظلم والسادية اللي هي بتعشقها. بصي، هي ميرفت عبارة عن حالة غريبة كده ما بين التوتر والاضطراب والهستيريا والبارانويا والعصبية والمناخوليا، يعني تقدري تقولي كوكتيل لذيذ. الولد عاش السنين الأولى من عمره وهو تقريبا شبه مضطرب بسبب معاملة أمه ليه، لحد ما اتطلقنا مع بعض. أنت عارفة طبعا إن الست سنين الأولانيين من عمر الطفل هما اللي بيكونوا شخصيته وطباعه، عشان كده دايما تحس إن الولد منطوي كده مع الناس، واخد جنب كده لوحده. مش قادرة أصدق. معقولة؟ انت بتتكلم عن مامته مامته؟ للاسف مامته مامته، مامته اللي بتضربه بسبب ومن غير سبب، مامته اللي مجرد لما تتضايق من اي حاجه في الدنيا تخش تطوح في الضرب، عشان كده دايما تلاقي الولد خايف ومكسور مهان.
حول الله يا رب. قطعت لي قلبي والله حرام. حسين انا وانت هنعوضه عن كل الايام اللي عدت عليه، وانا هبقى له بقى اخت وام وصديقه وكل حاجه. وعد. هتتعذبي كتير، الموضوع مش سهل قوي ولا بسيط زي ما انت متصوره. كرم ابني كان قريب من حاله التوحد بسبب القسوه بتاعت ميرفت اللي ملهاش اي مبرر. ابني صغير قوي، صغير يا فرح. مش مهم، انا متاكده ان هو هيحبني. كرم ابني زي ما هو ابنك بالظبط، وبكره هتشوف. متاكد طبعا انه هيحبك. حد يشوف القمر ده ويحبوش؟ اذا كان ابوه واقع لشوشته في جمال امك، يخرب بيت جمال امك. ايوه يا جامد، ابن ابوك يا ولد. ايه رايكم بقى ان انا اعرف العب احسن منك ومن انت؟ متصوره انك انت ممكن تغلبينا احنا الاثنين؟ ده في الخيال ان شاء الله. هتشوف. مش هتعرفي يا دام، دي صعبه عليكي. طب انت علمني يا حبيبي وانا ممكن اغلبك انت وبابا. مش هتعرفي، دي صعبه عليكي قلتلك. ايه يا كرم ده؟ انت ازاي تكلم طنط فرح بالطريقه دي؟ مش عيب انا ربيتك على كده؟ لان هي اصلا مش هتعرف. حتى لو كانت مش هتعرف، ما تكلمهاش بالطريقه دي ابدا، عيب. معلش يا حبيبي انا مش متضايقه. حتى لو انت مش متضايقه انا متضايق، لان انا ما احبش ابني يكلم حد بالطريقه دي وخصوصا انت. كرم مؤدب قوي وما يقصدش، انا متاكده من كده. يا هلا يا هلا استاذ حسام. اهلا استاذ ريمون. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. يا اهلا وسهلا فيكم لبنان. الله يخليك، البوسه كتير بقى. فرح مراتي. مبروك يا عروسه. ربنا يبارك فيك. ميرسي. معلش بقى تاخرنا عليك شويه لان الطياره اتاخرت اساسا في الاقلاع من مصر. مش مشكله يا شيخ، انا راح انطركم لو ثلاث ايام. ثلاث ايام؟ لا ده انسان مبالغ فيه، ربنا يستر. يا اهلا وسهلا، السياره ناطره. الله يخليك، اتفضل اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اخبار بيروت ايه؟ الجو في بيروت عامل ايه؟